بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي العظيم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي لقناتكم قناة النادي الأهلي العظيم. النهاردة هيكون لقاء طبعا مهم جدا 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 لنادي الأهلي ونادي إنبي في دور الستاشر في كأس مصر. طبعا أهمية المباراة لأنها مباراة لا تقبل القسم على اثنين، مباراة لابد فيها من فائز، يعني لازم النهاردة فريق يفوز. نتمنى إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي هو اللي يفوز وإن شاء الله يوصل لدور الثمانية.